السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستبع فيها الكل، تحية إليكم أينما كنتم. فيديو اليوم يا أخوة من هذا الشارع الجميل في جزيرة لانكاوي. اسم الشارع نكتبه لكم على الشاشة يا أخوة، شارع سياحي فيه كل الخدمات وعلى ضفاف البحر، يعني البحر قريب. فنأخذ جولة في الشارع، نكشفوا النشاطات الموجودة في الشارع، الخدمات إيش موجود، خليكم معنا. وهذا مش في السمك يا أخوة، ما شاء الله. هذه الأسعار في الرنجت الماليزي. طبعا الشارع هذا كل يا أخوة محلات، وهذا الشارع كذلك كله محلات، مطاعم، كافيهات، على طول شارع طويل ما شاء الله. وهذه الغسالة يا أخوة أنصحكم بها، غسالة تخدم نفسك بنفسك، موجودة في هذا الشارع، فاتحة 24 ساعة. وهذا المحل يا أخوة عنده كل أنواع الشوكولاتة، تعالوا نكتشفوه. شوكولاتة يا أخوة أنواع وأشكال. محل مختص بالشوكولاتة يا أخوة، طبعا السياح لما يجوا لانكاوي ويرجعوا لبلدانهم يجيبوا معهم شوكولاتة، والله يقولوا الشوكولاتة هذه جايبينها من ماليزيا. أنا ما بشكر شوكولاتة يا أخوة، على كيف كيف. طريقة التغليف جيدة جدا ما شاء الله. شوف هنا وهذه هذه الأسعار يا أخوة، 17 رنجت 50 سنت، هذه 12 رنجت، هذه 5 رنجت 90 سنت. الشوكولاتة هذه ما شاء الله حطينا في علب يا أخوة سر العين، ما شاء الله. هنا في احواض يا اخوة حتجذب الانتباه، الظاهر انها فريش يعني الى جزيرة طبعا، فالسيفود اللي تبغوا فيه اتوقع فريش، حتى سمك كذلك، ترى قاعد يسحب سمك. والله مصيرها شوي السمك هذه بعد شوي، ما شاء الله. وهذا المطعم الصيني يا اخوة، في ديكور صيني، مطعم صيني بامتياز، اكل صيني. اللي لاحظته يا اخوه في هذا الشارع مطاعم السيفود منتشره، مطاعم المأكولات البحريه، فاللي يحب المأكولات البحريه راح ينبسط في لانكاوي. طبعا هي جزيره والجزيره معروفه بالاكل البحري، فالشارع هذا طبعا فيه اكل متنوع جدا، يعني اكل هندي، عربي، اكل ماليزي، صيني. واللي لاحظته انا المطاعم اللي تقدم يعني سيفود وتقدم مأكولات بحريه موجوده بكثره، ولكن ربما اسعارها تكون صعبة شوي. دائما الأكل البحري يا أخوة يكون غالي شوي، بالأخص في الشوارع والمناطق السياحية. الصراف كذلك موجود يا أخوة، صراف عملات، موجود أكثر من صراف طبعا حسب ما شفت. الفنادق يا أخوة، بالنسبة للفنادق متنوعة جدا في كل الأسعار. على سبيل المثال أنا الغرفة اللي ساكن فيها يعتبر فندق نظيف، غرفة متواضعة حقا، مش راقية ولكن نظيفة، سعر الليلة تقريبا يعني 30 رنجت. فالفنادق يا اخوة متنوعة، في فنادق غالية، فنادق متوسطة، فنادق رخيصة، على حسب ميزانيتكم. فالفنادق الفنادق النجوم يعني تكون غالية طبعا في اي مكان. طبعا يا اخوة لانكاوي مشهورة بالمحلات الدوتي فري، يعني محلات منتجات فيها بدون ضريبة يا اخوة. المحلات عادة تكون فيها، خلينا ندخلوا نصوروا شوي، تكون فيها كثير منتجات شوكولاتة، حلويات، فتكون بدون ضريبة يا اخوة المنتجات هذه. المحلات هذه موجودة بكثرة في لانكاوي، مثل الكتاب، الشوكولاتة هذه 200 جرام 89 سنت، محل واسع في كل شيء يا اخوة. تشوفوا لو تلاحظوا اغلبية المنتجات شوكولاتة يا اخوة، شوكولات، بسكويت، هذه 16 رنجت،
المنتج هذا سعره 25 275 جرام. البسكوت هذا 7.25 يا اخوة. منتجات يعني كثيرة جدا، محل واسع طبعا ينبسطوا فيه يا اخوة. فمن المفروض يا اخوة المنتجات هذه تحصلوها اقل من اي محل ثاني، لانها فري تاكس بدون ضريبة. الخلطة هذه يا اخوة 17 رينجت، خلطة بطعم الدوريان. وهذه الشاورما العربية حاضرة يا اخوة، ما شاء الله الشاورما كيف كيفكم. طلبنا 2 شاورما يا اخوة، سعر الشاورما 10 رينجت، شاورما الدجاج. طيب يا اخوة نجرب الشاورما، اخذنا شاورما من عند المطعم السوري. بسم الله الرحمن الرحيم. شاورما على اصولها يا اخو ما شاء الله تبارك الله. الشباب الله يوفقهم قايمين بالواجب. وهذه المشروبات الماليزية يا اخو، المنعشات، كوكونات، مشروبات انواع واشكال. الشارع هذا يا اخو كله فود تراك كما تشوفوا يعني. هذا السوسيس يا اخوة، واكلات اخرى والله مش عارف اسمها، بس هذا رخيصة تبع الرنجت. وهذه المشويات الماليزية يا اخوة، باربيكيو ما شاء الله، مشويات هنا واشكال والله مش عارف اسميها يا اخوة. هذا الظاهر سوسيس، وهذه مش عارف والله، مشويات طبعا. وهذه يا اخوة العروض السياحية الموجودة في جزيرة لانكاوي، عروض طبعا متعددة، الركوب على القارب، اكتشاف الجزر، تجربة الجيت سكي كذلك. هذه انا بصراحة ما جربتش يا اخوة، ان شاء الله نيكست تايم. يعني كثير يعني من العروض ممكن تحصلوها في جزيرة لانكاوي، تحصلوها في الاكشاك هذه يا اخوة، منتشرة في الجزيرة، منتشرة في هذا الشارع اقصد. وهذه الساحة يا اخوة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله، انصحكم كذلك بزيارتها، موجودة في الشارع، ساحة حلوة نظيفة قريبة من البحر يا اخوة، هناك في البحر يعني، مشوا شوي على طول تلقوا البحر. اجواء حماسية يا اخوة ما شاء الله تبارك الله. المكان هذا يا اخوة كله مجموعة من المطاعم والمحلات على شاطئ البحر. طبعا هذا الشاطئ يا اخوة اللي صورته لكم اخر مرة، هذه اماكن الجلوس. مكان حلو بصراحة، على البحر على طول، هذا البحر، البحر قريب جدا يا اخوة. ما شاء الله في عروض يا اخوة، عروض نارية. جلسة على البحر على طول يا اخو. وهذا الشاطئ يا اخو، hello. Oh, thank you. Hello. Thank you, brother. Yes.
طيب يا اخوة جزاكم الله خير على المتابعة، ان شاء الله عجبكم مقطع اليوم، ان شاء الله استفدتوا، ان شاء الله استمتعتوا، ان شاء الله يعني اخذتوا فكرة على جزيرة لانكاوي، جزيرة سياحية متميزة جدا في ماليزيا. اشكركم يا اخوة على المتابعة وعلى الدعم، نتقابلوا في فيديوهات جديدة باذن الله، تابعوا الفيديوهات الجديدة يا اخوة، ان شاء الله الله يقدرنا ونواصل رحلتنا، وان شاء الله تكون فيديوهات يعني جيدة وفيديوهات ممتعة ان شاء الله في المستقبل. نتقابلوا فيديو جديد يا اخوة، ما تنسوش الاشتراك في القناة إذا كان ما زلتم ما اشتركتوش، الإعجاب بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.